يقول: من عليه دين هل يلزمه الحج؟ إذا كان عنده مال يتسع للدين ويتسع لنفقة الحج فإنه يلزمه الحج الفريضة، يلزمه الحج الفريضة. وأما إذا كان المال الذي عنده لا يتسع إلا لسداد الدين أو بعضه فإنه ليس عليه حج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الذي عليه دين لا يتسع لنفقة الحج تسديد الدين لغير مستطيع، يبدأ بالدين، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة. نعم.